أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم بكل الخير وكل السعادة. النهاردة الخميس 10/10/2019، يوم كله طاقة وباور وباور وصحة وعافية وسعادة لكل المصريين ولكل العرب. تحياتي ليكم من صحة وجمال قناتي المفضلة على قلبي، ومن برنامجي حبيبي 50 دقيقة حياة. 50 دقيقة قوة، 50 دقيقة صحة، 50 دقيقة سعادة مع فاتن ومنى. صباح الخير يا منى. صباح النور يا أما يا فاتن. أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم، صباح الأمل، صباح الجمال، صباح التفاؤل عليكم من برنامجنا 50 دقيقة هوا. احنا وعدنا المشاهدين الحلقة اللي فاتت ان احنا هنكمل الضغوط النفسية، ايوه، وتأثيرها على الإنسان وتأثيرها على الحب. تمام. انا ختمت كلامي المرة اللي فاتت وقلت ان احنا عندنا قوتين، قوة إيمان وقوة تحمل. قوة إيمان دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، كل ما تقرب من ربنا كل ما يديها لك، كل ما يبتليك كل ما تسعى بابتلائه وتقول الحمد لله. طب وقوة التحمل مش عندنا كلنا، صح يا منى؟ صح. في إنسان فينا بيقدر يتحمل وفي إنسان ما بيقدرش يتحمل، عرفينا بقى نعمل إيه؟ يعني لما أقول أنا عايزة حياة هادية، عايزة حياة مستقرة، هقول لك لا، مستحيل، صعب، مستحيل، يكاد يكون مستحيل. إحنا اتولدنا ومعانا شنطة ضغوطاتنا فوق ظهرنا، لازم نرضى بيها، لازم نتعامل معاها، لازم نحاول نحل مشاكلنا، لازم نحاول نتعامل بالتهوين لا بالتهويل، يعني واحدة واحدة كده نوصل لحالتنا الصحية النفسية ولتوازننا النفسي علشان نقدر نستمر عشان الحياة تمشي. هاخد من كلامك وأقول لكل مشاهدينا إن أنا معايا شنطتي اللي فيها الخير والشر، فيها السعادة والحزن، فيها الشقاء. وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وخلقنا الإنسان وفي كبد، يعني في مشقة. الشاطر بقى اللي يشيل شنطته وهو راضي، الرضا. الشنطة تقيلة بس هي بتاعتي، الشنطة خفيفة النهاردة تقيلة بكرة، النهاردة في فرح بكرة في حزن، عند غيري سعادة وبعده يبقى في شقاء. ومن هنا في التصالح، تصالح مع النفس وبعدين نرجع للتصالح مع الآخرين، ولا إيه؟ تمام. بنقول الضغوطات النفسية، يعني أنا خلاص مش قادرة أتحمل، مش قادرة أشيل أكتر من كده. لا، هنقول لا، تقدري، تقدري تعيدي تاني تفكيرك، تقدري تخرجي عن التوتر، تقدري تخرجي عن المعاناة. أبتدي أغير من نفسي، أبتدي أغير من لبسي، أبتدي أنظر نظرة تانية للحياة، بمعنى أن أنا أقعد أحل المشكلة مع حد مش عيب، مش عيب ان انا افضفض مع حد، مش عيب اتكلم مع حد. ممكن ارتب اولوياتي. احنا بنقول ان الضغوط دي بتيجي فوق دماغنا لما نبقى ماشيين الحياه كده من غير تفكير. لا، ده انا ممكن اعيد ترتيب تفكيري، اعيد ترتيب اولوياتي، احاول احلامي تكون قدر امكانياتي علشان ما احسش بالضغط النفسي. كمان أنا ممكن أغير، أسافر، أغير مكان، أخد ولادي وأخرج، ممكن بحاجات بسيطة جدا زي ما قلنا ما نهولش المشاكل، حتى لو المشاكل كبيرة أحاول أخففها، أعرف إن مصيري بإيدين الله مش بإيدين مخلوق، وإن ربنا لما بيبتليني بشيء لازم أنا أرضى، لازم الرضا، الرضا مرادفها السعادة، ولا إيه يا فاتن؟ طبعا طبعا، أهم حاجة في حياتنا الرضا اللي هيودينا للسعادة. ولكن أنا عندي كلامي معاكي، بتقولي إن أنا أفضفض مع حد. أوعى تفضفض مع أي حد، أوعى تفضفض مع صديقك اللي من سنك وتفكيره زيك، فضفض مع حد واعي فاهم. مش عيب إن أروح أخصائي نفسي، مش عيب إن أنا أروح لحد حكيم، مش عيب إن أنا أروح لست كبيرة عصرت مشاكل أكبر مني وأخد منها النصيحة. لكن العيب ان انا اكتفي بدماغي واقول انا صح، والعيب ان انا ابقى طفل عندي 13 سنه وبسمع كلام صاحبي وكلام بابا وماما واخواتي. لا طبعا، دكتوره منى بتتكلم في قصه انها بتتكلم علينا احنا الكبار. أيوة. احنا بنتكلم عموما، الصغير والكبير يستفاد مننا. أكيد. فمش اي حد فضفض، لان صديق النهارده طبعاً ممكن يبقى عدوي بعد ثانيه، وعدوي بعد ثانيه ممكن يبقى اعز الاحباب. النقطه الثانيه اللي هكلمك فيها، دايما بقول لك السعاده جايه من القرار. أنا بختار وأقرر أنا هبقى سعيد ولا لأ، في أصعب المواقف ممكن أبقى سعيد. إزاي؟ كان عندنا حالة من أسبوعين كده حصل لها بتر، لأنها اختارت تبقى لوحدها، بقت حزينة وزعلانة ومكتئبة وحاسة إنها لوحدها والدنيا بتكره الدنيا والدنيا بتكرهها. على النقيض شخصية تانية حصل لها نفس البتر في جزء من جسمها، بس كانت في وسط الناس، أصحابها ما سابوهاش، حتى لما اتعصبت عليهم وقالت لهم مش عايزة حد فضلوا جنبها واستحملوا عصبيتها وفضلوا معاها. مين يحس بالسعادة أكتر؟ اللي بقى لوحده ولا اللي في وسط الناس؟ اللي في وسط الناس أكيد. ليه؟
ليه؟ هنا نفكر، لان ربنا ما قال لنا كده، ما تنفعش تعيش لوحدك. جبر بخاطر سيدنا ادم بستنا حواء، اول جبر على الارض جبر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا ادم بستنا حواء ان يبقى وانسها وانسته. جبر بالرسول عليه الصلاه والسلام، جبر خاطره لما في رحله الاسراء والمعراج. فسيب فرصه للناس تكبر بخاطرك، سيبي فرصه للناس تكبر بخاطرك، وانت كمان اكبري بخاطر الناس، ولا ايه يا منى؟ صح فعلا. الدين بتاعنا يا فاتن زي ما قلتي دين اجتماعي، رأيكم بينكم شورى، الناس لازم تبقى كلها تقف جنب بعض مثلا في أي مأزق، في أي مشكلة. التعاون، يعني التعاون حتى الروحي والنفسي من الحاجات المهمة. لما بنقول فضفض مع حد، أنا بختار، مش أي حد ماشي في الشارع هجيبه هفضفض معاه، لازم أختار الشخصية المناسبة اللي لما أتكلم معاها هتديني طاقة إيجابية، هتديني حلول لمشاكلي، على الأقل هرتاح إن أنا خرجت كل الطاقة السلبية اللي جوايا. ومش عيب زي ما دكتور فاتن قالت إن إحنا نروح لطبيب نفسي أو لأخصائي نفسي ونتكلم معاه. اسمحي لي أقطعك، معانا تليفون. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكي. أيوة يا فندم، بشكر حضرتك على عنوان الحلقة. العفو، تسلمي. نعرف مين معانا؟ ايوه، ام اياد. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا بيك يا فندم. عايزه اعرف من حضرتك بس، لو انا مثلا متضايقه او نفسي اخرج من الحاله اللي انا فيها او نفسي ادي طاقه ايجابيه لنفسي، اعمل ايه؟ تمام. اي سؤال تاني؟ لا شكرا يا فندم. اسمعيني من التلفزيون، دكتوره منى هترد عليك حالا. بصي يا ام اياد، وقت ما اكون متضايقه ممكن انا اخرج نفسي فعلا اني مثلا اسمع موسيقى، انزل اخرج اشتري حاجه ولو حاجه بسيطه جدا، اشتري ورد لنفسي مش عيب. احاول اقابل حد من اصحابي او صديقه تكون مقربه ليا وانزل اقعد معاها في مكان اتكلم معاها. أمور كتيرة، أول حاجة زي ما قلنا، أول حاجة إيماننا بربنا سبحانه وتعالى وبإن المشاكل دي ربنا سبحانه وتعالى. وقت ما بيبتلينا بأي حاجة ولو بسيطة أو كبيرة، فهو ربنا سبحانه وتعالى عارف إن إحنا نقدر نتحملها، وعارف إن إحنا نقدر نخرج منها، وهيجازينا عنها خير وهناخد فيها ثوابات. يبقى أنا الأول أحس بالرضا، بالرضا في المشكلة اللي أنا فيها، أخرج نفسي، أقعد أسمع موسيقى مع نفسي، أعمل أي حاجة أنا بحبها، ده هيخرجك وهيخليكي يعني تبعدي عن التوتر وعن القلق. أحاول ألاقي حل للمشكلة بتاعتي. الضغوط النفسية بتبقى عبارة عن قلق وتوتر، والإنسان يبقى محتار وكاتم في نفسه. لا، لازم تتكلمي مع حد، لازم ولو مع نفسك يا ستي، هاتي ورقة وقلم وقعدي يعني فرغي كل الحاجات، المشكلات اللي عندك. تعرفي ان احنا بنقول على قوه التحمل غلط، وبنقول عليها ان احنا صابرين، وده مش صبر وملوش علاقه بالصبر. طبعا. يعني بنتحمل مشاكلنا ونقول احنا صابرين على مشاكلنا. لكن الصح ان انا اعرف المشكله فين وحلها. طيب، من ضمن حلول الضغوط النفسيه ان انا اعمل ايه؟ ابعد عن النقد، سواء النقد ده لنفسي لذاتي او نقد للناس اللي حواليا. فمؤيد لما كلمتنا هي بتنقد نفسها، بتقول ايه؟ انا عايزه ابقى سعيده. اذا هي حاسه بعدم السعاده. طب انت قلتي لي انا ام اياد، يعني ربنا كرمك بالزوج وبالولد. طيب نفتش. هتقولي لي حياتي، افتشي بقى على الحاجات الحلوه، نفتش عن النعم اللي ربنا وهبها لنا، افتش على النعم الحلوه اللي انا اختلف عن غيري. كلنا فينا نعم الصحه والعافيه والبصيره والحواس، لكن في نعمه انت يا ام اياد لازم تدوري وتبصي عليها. بصي في يد ابنك، بصي في انه بيكبر حواليكي، انه سليم، زوجك معاكي بصحه وعافيه، قادره تعيشي مستوره في حياه صعبه بنمر بيها. كل دي نعم تخليكي تتحولي من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه. ودايما كل ما اتكلم بايجابيه هبقى ايجابي. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت يا منى، هي طاقه واحده، احنا اللي بنحولها لسلب او ايجاب بشعورنا ومشاعرنا وبالناس اللي حوالينا. انا لو جبت ورقه وقلم او حتى قعدت افكر في ترتيب اولوياتي، انا عايزه ايه، هحل المشكله. ردي بس مشكلتي على استاذه ام محمد. الو، ردي يا منى. الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. كنت بتواصل للدكتوره يا فندم. اتفضلي. اهلا. السلام عليكم دكتوره. اهلا وسهلا دكتوره. انا تعبانه خالص نفسيا، متضايقه على طول كده ومخنوقه وحاسه بخنجه،
وبعدين جايلي تفكير وحش على طول يا دكتوره مش عارفه ليه. تمام. حاسه بخمضه جديده على طول وتفكير وحش كده، وانا اتسالت لما شفتك على طول كده على التلفزيون والله. ربنا يعزك. ربنا يخليك ويبارك لك يا رب. هنرد عليكي حالا. مش عارفه اعمل ايه يا دكتور، حاسه بخمضه جديده وابني بيبقى دعان يا عيني ومش قادر اسرع اعمل له حاجه خالص. لا اسمعينا بقى نقولك تعملي ايه. بصي يا ام محمد، انت لو فكرتي شويه كده هتلاقي نفسك يعني زي ما الدكتوره فاتن قالت، احنا لازم نفكر في النعم اللي حوالينا علشان نبقى راضيين بحالنا، ونبص للحالات الاقل مننا ونلاقي ربنا فضلنا ونعم علينا بحاجات كتيره قوي احنا ما بنشوفهاش. انت شفتي تاثير في ناس عندها الحزن على ابنها، بتقولك بيبقى جعان مش بقدر اعمل له حاجه، يعني اصبحت مكسره في حق نفسها وفي حق ابنها الصغير. طبعا طبعا هو في رقبتك انت مسؤوله عنها، نعمه ربنا ادهالك اتحرم منها غيرك، فانت ازاي؟ لا يعني يعني ايماننا بربنا يا جماعه، الضعف الايمان من الحاجات اللي هي بتخلي الانسان يخش في مود وحش وتفكير وحش، تفكير سلبي. لازم افكر في النعم اللي حواليا، افكر ان ربنا سبحانه وتعالى وهبني نعم كتير غيري ما خدهاش، فلما افكر في النعم اللي حواليا هبتدي الاقي نفسي راضيه عن اللي انا فيه. بلاش النظرات التشاؤمية للحياة، الحياة حلوة فيها نعم كتير وفيها حاجات حلوة كتير، أهمهم أولادنا اللي حوالينا. أنا بقوم الصبح، مجرد أن أنا بقوم الصبح سليم بقدر أقوم أخش أتوضى وأصلي، ده نعمة وفضل من ربنا. حواليا أولادي يعني ما فيش بعد كده غيرنا محروم من النعم دي، غيرنا ما بيقدرش يقوم من السرير، غيرنا مريض. أم عبد الله يمكن تدينا حاجة مختلفة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صراحة أنا عندي مشكلة يعني بشوف لها حل كده يعني. اتفضلي اتفضلي. أنا لما أكون أعمل حاجة بعمل بعكسها. يعني لما أكون عايزة حاجة بعمل بعكسها كده. زي حاجة والحاجة الثانية. اديني مثال كده لحاجة كنت عايزاها وعملتي العكس. يعني في حاجات كتير جدا لما أحب حاجة أعمل حاجة بعمل بعكسها، الحاجة الثانية. ايوه اديني حاجة مثال يعني عرفيني بتحبي ايه ورحتي عملتي حاجة عكسها. يعني ممكن اكون حابة حاجة اروح عاملة اكلة ثانية، ممكن حابة اكلة معينة اروح عاملة حاجة ثانية، بعد شوية اروح افتكر ان انا كنت عايزة كده، ما كنتش عايزة. يعني انتي بتنسي ولا يعني متعمدة؟ لا مش متعمدة يعني بتنسي. مش عارفة يعني مش عارفة. تمام ماشي. ايه تاني؟ حصل في حاجة تاني؟ شكرا انقطع الاتصال. هي مش عارفه هي بتنسى ولا بيخشوا مع بعض، بتبقاش فاهمه ايه اللي حصل من كتر التفكير، ضغوطات غير مرتب. وعشان كده النقطه الاولى كنا بنقول النقد ده بعد الرضا وبعد بلاش تقلل من حجم حياتك السعيده، دايما بص للكتير الحلو ويخلي القليل الوحش على جنب. يعني حتى لو انا صحيت من النوم وهاكل اكل من اللي عندي في البيت، انت ليه بصاله ان هي هتاكل اكل من اللي في البيت وانا ما عنديش فلوس اجيب اكل النهارده؟ طب ما تبص لها من ناحيه ان انت عندك حاجه في الثلاجه ممكن تتصرفي، في غيرك ما عندوش ثلاجه اصلا. هو انت بتتكلمي بمثاليه وعملت انت على التلفزيون وعايشين عيشه غيرنا؟ لا احنا كلنا واحد على فكره، كلنا بنعيش نفس المواقف، المليونير زي متوسط الحال زي الفقير، ولكن في واحد راضي فبيعيشها بسعاده. يعني انا بشوف الناس البسيطه عندها رضا وقناعة وابتسامة جميلة، يعني أنا بشوف كده الناس البسيطة أكتر رضا من الأغنياء. وخلي بالك يا فاتن، الناس اللي هي بتصاحب أو بتلجأ للناس اللي عندهم أفكار سلبية، أو في ناس كده شغلانتها في الدنيا دي السلبية. السلبية هنشوف أم حبيبة وبعدين نرجع تاني للسلبية. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. ممكن أعمل مداخلة؟ اتفضلي. انا عايزه اتكلم بس عن الاخوات اللي بيتكلموا عن الضغوط النفسيه وكده. اتفضلي. ان اكتر حاجه انهم يقربوا من ربنا اكتر. برافو عليكي. لان مفيش اصدق من القران في حاجه زي كده، ومن اعرض عن ذكري فانه معيشة في الضنكه. ما شاء الله. والحاجه الوحيده لما بلاقي ان انا متضايقه مخنوقه من حاجه في مشكله عندي بلجا للصلاه وبلجا للقران، سبحان الله رب سبحانه وتعالى بييسر كل امور. فدي نصيحه يعني عايزه انصحهم بيها لله. يعني جميله يا ام حبيبه انت جميله وحليتي كل حاجه بكل بساطه بالدين وبالاسلام.
الله اكبر عليكي. الله يكرمك. شرفتي. مش سهله ان احنا نفكر في الحاجات اللي تضايقنا دايما، نعمل اي حاجه حلوه كده تخلينا دايما كده سعداء. برافو عليكي. بس الحاجات اللي تضايقنا نفكر فيها. صح صح، برافو عليكي. ان احنا في نعمه كبيره جدا، ان احنا الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله ملء السماء والارض وما بينهم. جميله محببه، حلتها بكل بساطه. هو ده اللي احنا بنقوله، اللي هو اسمه الرضا. التهوين لا التهويل، ما امسكش المشكله واقعد اكبرها في دماغي واحس بالياس واحس انها مش هتتحل وملهاش حل، اهونها على نفسي واقول يا رب وربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا يعني هو اللي خلقنا وهو اللي ادرى بنفسنا وهو ونفس وما سواها، وهو يعني اي مشكله انا بدعي ربنا فيها هلاقيها تتحل بسهوله لما انا كمان افكر في الحلو. بتغلوش عليا وانا هغلوش عليك. وهرجع تاني للنقطه ان الانسان البسيط اسعد بكتير من الانسان المركز مرموق عالي. مش معنى كده انه وحش، لا، بس ايه الفرق؟ ايه اللي بيخلي ده اكتر رضا وسعاده وده لا؟ لان طموحه عالي قوي. الطموح بزياده والاحلام اللي بزياده بتوقعني في الطاقه السلبيه. كل واحد فينا حقه ان يحلم ويعلى بسقف طموحه الى ما يشاء، ولكن بحطهم درجات. انا هقدر حلمي النهارده ايه؟ انفذه، اوصل له، ابتدي ادور على الحلم اللي بعده والهدف اللي بعده واطلع سلمه سلمه. ايوه استاذه هدى. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتوره، انا عندي مشكله. انا معايا 4 بنات وكنت معرضه لضرب وحبس وربط وحاجات زي كده، يعني ضغوط نفسيه شديده. ودلوقتي انا يعني حاولت انفصل عن جوزي ورحت لاهلي، لجأت للقانون، القانون ما خدليش اي حقوق، وبناتي قابلهم 3 سنين ممنوعين عن المدرسه. انا من محافظه ومتجوزه في محافظه تاني. انا من خلالك بناشد الرئيس وبناشد المجلس القومي لحقوق المرأة. أنا نفسيتي تعبانة ومتدمرة أنا وبناتي، ومش لاقية أي حد يقف معايا. أنا أتصرف إزاي؟ حاضر، هرد على حضرتك. مبدئياً أنا بناشد كل زوج وكل أب، حتى لو أنت كرهت زوجتك أو أهل زوجتك، أوعى تحط ولادك في دايرة الكره دي. حضرتك قبل ما تناشدي الرؤساء والحكومة ناشدي نفسك، حاولي تخرجي من ده، تشتغلي، تشوفي حد من قرايبك يساعدك ان يطلع من المشكلة، يتكلم معاه بهدوء، نحل المشكلة بهدوء مش على شاشة التلفزيون. مع احترامي لحضرتك وهكلمك على راسي، ولكن في مشاكل أسرية المفروض ما تخرجش بره نطاق الأسرة والعيلة. الحوار بينه بيوسع مننا وبيكبر قوي، وهنوصل بالرضا والتقبل وعدم النقد وعدم التقليل من بعضنا البعض. قال الله وقال الرسول نوصل للسعادة بإيدينا مش بإيدين حد تاني. وفاصل وارجع لكم على طول.